عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الكورس المميز أهم ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. اليوم ما راح يكون عندنا دقيقتين، لأن راح ناخذ 5 دروس في مكان واحد، راح نسوي مراجعة واختبار أيضا لاحقا. إذا معكم أستاذ حسين الغالبي مؤسس أكاديمية السفير. الآن عندنا درس 176، طبعا كورس كامل موجود في القناة، تدخل على قناة سفير أكاديمي راح تلقى الكورس بالتسلسل من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة. كل حلقة في دقيقتين فقط، تحتاج إلى كراس وقلم حتى تكتب المعلومات. اليوم عندنا كلمة cut، الكلمة في الدرس 176 cut، cut قطعة أو قصة، cut cut. نحن نأخذ على مثالين على كل كلمة من هذه الكلمات، cut off، cut off أو snap، snap. أوكي، إذن كلمة cut نأخذ عليها المثال الأول، I cut his photograph out of the paper. I cut his photograph out of the paper. Cut out قطعت صورته من الورقة. Okay. I cut his photograph out of the paper. طبعا نصيحة مهمة جدا دائما نكررها في قناة سفيرس أكاديمي، إنه كرر الجمل 5 مرات بصوت عالي حتى تتقن اللفظ الصحيح والقراءة الصحيحة، واكتبها بكراسك حتى تتعلم الإملاء أيضا، حتى تستثمر وقتك. Okay. I cut his photograph out of the paper. قطع صورته من الورقة. قطعت صورته من الورقة. روح المثال الثاني على كلمة cut. All of the family got a cut of the money. حصل كل أفراد العائلة على جزء من المال. اقرأ معي الآن. All of the family got a cut of the money. اقرأ مرة أخرى. All of the family got a cut of the money. نروح الكلمة اللي بعدها، كلمة dark. 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 dark داكن، مظلم او قاتم او كئيب، عندها عدة معاني. dark dark. deep blackish gloomy. اوكي، مرادفات كلمة dark. ناخذ مثال عليها، I will be home before dark. I will be home before dark. سأكون في المنزل قبل حلول الظلام. اقرأ معي الآن. I will be home before dark. I will be home before dark. سأكون في المنزل قبل حلول الظلام. طبعا لا تنسى تضغط على إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس القادمة عند تحميلها ونشرها مباشرة. طبعا لا تنسى مشاركة هذا الدرس أيضا للآخرين، هذا الشيء مهم جدا لك ولنا حتى نستمر في تقديم كل ما هو أفضل. I will be home before dark. سأكون في المنزل قبل الظلام. نروح للمثال الثاني، He is scared of the dark. He is scared of the dark. إنه خائف من الظلام. He is scared of the dark. He is scared of the dark. كلمة بعدها، data. data بيانات أو معطيات. data data بيانات أو معطيات. facts حقائق، information معلومات. طبعا كل واحدة لها معنى مختلف لكن ممكن أن تكون مرادفة في بعض الأحيان. data facts information. الانفورميشن تختلف عن الفاكت، تختلف عن الداتا، كل واحدة تستخدم إلى خاص المجالات الأكاديمية. إذن data بيانات أو معطيات. personal data is kept on the server. يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية على شبكة النت الخاصة بك، server شبكة النت. أوكي، personal data is kept on the server. personal شخصي، data بيانات، is kept يحتفظ بها، on the server. ممتاز، روح للي بعده على كلمة data. what do you know about the important 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 data. ماذا تعرف عن البيانات المهمة؟ اقرأ معي الآن. What do you know about the important data? What do you know about the important data? كلمة قبل الأخيرة، daughter daughter daughter. أحيانا تقرأ daughter daughter. Okay. أو daughter daughter. ابنة أو بنت. child طفل، ابن. girl بنت. ممكن أن تكون مرادفة لها، لكن daughter بمعنى بنت. my daughter ابنتي. okay. your daughter. مثال على كلمة daughter، she is
The eldest daughter. إنها الابنة الأكبر. إنها الابنة الأكبر. أكبر بنت يعني. She is the eldest daughter. بعدها A daughter of the revolution. Revolution. A daughter of the revolution. ابنة الثورة. A daughter of the revolution. Revolution. ثورة. Daughter. Daughter. بنت. Okay. طبعا كل هالمعلومات حاول ان تكتبها بكراسك حتى تستفيد من عدها وتوصل الى مرحلة اعلى باللغة الانجليزية وتستثمر وقتك بالشكل الصحيح. لا تنسى الاعجاب والسبسكرايب حتى توصل لكل الدروس. هذا الكورس موجودة فيه كل الدروس بالتسلسل في الموقع. تروح على قناة سفيرس اكاديمي بلاي ليست وبعدها تجد الكورس. اهم الف كلمة انجليزية في دقيقتين. كلمة dead ميت او متوفي. dead فاقد الوعي. lifeless. those who have died. those who have died. اولئك الذين ماتوا. مثال الثاني. the phone had gone dead. The phone had gone dead. نفذة شحن الهاتف. هذا المصطلح تحفظه تحتاجه لأن عندما تنفذ البطارية يخلص الشحن مثل ما نقول. The phone had gone dead. The phone had gone dead. قد نفذ شحن الهاتف أو التليفون. The phone had gone dead. The phone had gone dead. هذه الجملة اللي عندنا الآن هي الجملة الأخيرة من هذه الحلقة. أتمنى تكونوا استفاديتوا من الحلقة وانتظرونا بالحلقة القادمة. راح يكون عندنا أيضا كلمات مهمة جدا. تابعونا على الانستغرام أيضا في سفيرس أكاديمي. عندنا الكثير من الدروس والمعلومات المهمة جدا هناك أيضا بإمكانكم متابعتها. أوكي. لا تنسون الضغط على لايك وسبسكرايب وزر الجرس وشاركوا هذه الحلقة مع جميع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. شكرا لكم. كنت معكم في الإعداد والتقديم الأستاذ